بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض خاصية من خواص الـ CSS الظريفة، وهي الـ Border Radius. كلمة Radius معناها نصف القطر. اتكلمنا طبعا عن الخاصية دي في الدرس بتاع الـ Vendors Prefixes، كطبعا كتست كده بس ما جبناش سيرتها خالص بتعمل ايه. خلينا نعمل كده عنصر من العناصر الظريفة بتاعتنا، الـ Width بتاعه 100 بيكسل والـ Height بتاعه نفس القصة، ونديله background color red ونخليه في نص الشاشة. هقوله margin 20 بيكسل او 2 مثلا بالشكل ده، وبعدين ادي العنصر بتاعنا زي الفل، ونبدأ نحط الخاصية بتاعتنا اللي هي border radius. الخاصية بتاعتنا يا شباب زي ما انتوا شايفين بتقبل منك اربع حاجات، الاربع اتجاهات زي المارجن والبادنج والبوردر والحاجات اللي احنا اتعلمناها. مش محتاجين بقى يا شباب نعيد الكلام ده كله. لو كتبت فيها 10 بيكسل معناها الاربع اتجاهات 10، 10 20 اللي هو 10 20 10 20 زي الدروس اللي فاتت بالظبط. طيب الديفولت فاليو بتاعت البوردر راديوس صفر. تعالوا نكتب الديفولت فاليو اللي هي اصلا الطبيعي لو ما كتبتهاش، ونبص بصه لما نيجي هنا هنغير في ايه. اول حاجه هتلاقي عندك هنا بدل ما كان توب رايت بوتوم ليفت، بقى التوب ليفت اللي هو الكورنر اللي فوق ده، والتوب رايت الكورنر اللي فوق ده، والبوتوم رايت الكورنر ده، والبوتوم ليفت اللي هو الكورنر ده. طيب البوردر راديوس بتتحكم في الحواف بتاعه او الكورنر بتاع العنصر بتاعك، وتقدر تعمل منه تتحكم في القطر بتاعه. لو جيت انا الصفر دي خليتها مثلا واحد، بصوا معايا كده ايه اللي بيحصل في كل الجهات يا شباب. طيب العنصر بتاعي ده الويدث بتاعه 100% والهايت بتاعه 100%. لو انت خليت القطر بتاع الكورنرز كلها نص الهايت والويدث اللي هو 50 بيكسل، هيحصل شكل دايره زي ما انت شايف كده. طيب شكل دايره، تيجوا نشوف العنصر بتاعنا بيبدا منين. نعمل الاوت لاين، فاكرين الاوت لاين يا شباب 2 بيكسل سوليد مثلا ريد. ده العنصر بتاعنا الاصلي البوكس، والحواف الدائريه اللي احنا عملناها دي 50 بيكسل دي عملت شكل الدايره اللي انت شايفه ده. لو العنصر الطول بتاعه مثلا مختلف مش هيعمل شكل الدايره، شايفين؟ لو الويدث 100% والهايت اكبر منه 150 مثلا مش هيعمل شكل دايره. لازم الهايت والويدث يكونوا قد بعض، يعني بوكس كده مربع زي ده، وتبدا في الدايره تكون نص المساحه دي، يعني نص القطر. 150 يبقى دي لازم تبقى 75%. ادي 75 اهي، هتعمل لك شكل الدايره بالظبط. طيب ده كلام عظيم. ممكن البوردر راديوس عشان تخلي العنصر مدور، بدل ما كل شويه ال 150 تقسمها على 2 وتشوفها كام، ممكن تروح كاتب 50%. 50% اللي هي النص على طول، فبيجيب لك شكل الدايره اللي انت شايفه ده كده بالظبط من غير اي مشكله. طيب ده كلام عظيم والحمد لله ومفهوم، مفيش فيه اي مشكله خالص. تعالوا كده مع بعض نحط الخواص دي هنا، ونرجع كده نبص بصه تاني على ال 50% دي، هنخليها بس 10 بيكسل، ونلغي الاوت لاين هنا مش محتاجينه، ونبص بصه كده. دلوقتي انت عندك البوردر راديوس ده من جميع الجهات زي ما انت شايف كده اهو، ممكن تكتبه 10 فيكتبه في كله، وممكن انت تحدد الاتجاه اللي انت عايزه بس. بمعنى ايه؟ هنيجي هنا نشيل دول نهمشهم، انا بسيبهم بس عشان بحتفظ بيهم في الاخر عشان نضيفهم على الموقع. وعايز انا ابدا اضيف الكورنر اللي فوق على الشمال، بوردر توب ليفت راديوس. البوردر توب ليفت راديوس هقول له 20 بكسل، اللي هو فين يا شباب؟ اللي هو الكورنر اللي فوق ده اهو 20 بكسل. وعايز الموازي ليه تحت اللي هو البوردر بوتوم رايت اللي هو قصاده على طول اللي هو ده، برده عملته 20 فعمل الشكل ده. عظيم. الكورنر اللي انت بتتحكم في القطر بتاعه ده تقدر تحط فيه قيمتين مش قيمة واحدة. بصوا كده معايا يا شباب، واحد اتنين، برضو ممكن تكون بيكسل ممكن تكون نسبة مئوية. طب تعالوا نحط 20 بيكسل 20 بيكسل، الاتنين كده واحد، كده كأنك كتبت 20 بالظبط. يعني لو انا كتبت ال 20 دي بس، خلينا كده نبص بصة هنا، ده يا شباب ال 20 ممكن تكتب فيها قيمتين زي كده. هتقول لي طب ما هم مظبوط، لكن انا كتبتهم عشان اعدل لك في واحده فيهم واوريك ايه اللي بيحصل. الكورنر نفسه فيه قيمتين ممكن تتحكم فيهم. بص كده معايا، ادي واحده اهي ممكن تتحكم فيها، تخلي دي 10 ودي 20 زي ما هي، او تزود دي. بص ايه اللي بيحصل للكورنر، يعني في اشكال كتير جدا تقدر تعملها، يعني في اشكال كتير جدا تقدر تعملها. الكورنر نفسه فيه قيمتين، والكورنرز الاربعه نفسهم ممكن تعمل بيهم حاجات كتير، وفي الاخر بتطلع بالشكل اللي انت عايزه.
طيب احنا كده خلصنا البوردر راديوس والفكره العامه بتاعته. ايه هي استخدامات البوردر راديوس؟ هتلاحظ طبعا انه في مواقع كتير جدا البوكسس او الكاردس اللي بقى فيها منتجات وحاجات من دي ما بقتش زي زمان يا شباب، ما بقتش الناس بتعمل البوكس بتاعنا يعني مربع كده زي زمان، بقوا بيعملوا فيه حركه زي كده ان يحط له راديوس خفيف كده 6 بكسل زي اللي انتم شايفينه ده، او مثلا 4 بكسل، فبيكون شكله ظريف جدا وبيدي للكارد كده منظر حلو، وخصوصا لو هو المواقع كلها او الشغل اللي بتاع اللي في الموقع بتاعك كله ماشي على نفس الباترن ده. ده شكل العنصر كده هو، وانت شايفه كمنتج، وبيعملوها في الازرار، لو عندك زرار بيعملوا برضو الراديوس بتاعه بالشكل ده، فبيعمل شكل ظريف جدا. قبل ما نقفل الفيديو هنبص بس على الكلام ده في جوجل في الصور بتاعته. دي يا شباب الازرار بتاعتنا اهي، عشان تشوف شكل، هتلاقي معظم الازرار معمول ليها الراديوس بالشكل ده، حتى الزرار المربع تماما تلاقيه عامل راديوس كده خفيف شويه. هنا نفس القصه، كل الازرار اللي انت شايفها دي معموله بالطريقه اللي انا قلت لك عليها اهو بالبوردر راديوس. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.